ينضم إلينا دكتور أكرم حسام رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية تعليقا على هذه القمة. دكتور أكرم أرحب بك على شاشة القناة الأولى المصرية. يعني بداية حضور رفيع المستوى من قادة دول العالم يمكن يعني أن يرفع سقف الطموح لدى الشعوب العربية لدى الشعب الفلسطيني في إنهاء هذه الأزمة. تعليق. في اعتقادي أن هذه القمة هي من أهم التحركات المضادة التي قامت بها مصر منذ وقوع عملية طوفان الأقصى. نعم. وفي تقدير الشخصي أنها خطوة ذكية من الدولة المصرية وتخطيط جيد للغاية من المؤسسات القائمة على صنع القرار في مصر. هذه القمة ستحقق عدد من الأهداف الاستراتيجية أجملها في ثلاثة أهداف رئيسية. نعم. الهدف الأول أو النتيجة الأولى المتوقعة من هذه القمة هي سحب جزء من الموقف الدولي الذي تحول بالكامل طبعا منذ 7 من أكتوبر لصالح دعم مطلق لإسرائيل، وبالتالي نجاح هذه القمة والتئام هذه القمة بهذا المستوى الرفيع والمتوقع أن يكون يعني عالي المستوى. نعم. نتوقع أن يخرج ببيان يمكن من خلاله استعادة جزء من التوازن في الموقف الدولي فيما يتعلق بالنظر للقضية الفلسطينية بمنظور مختلف، ويعني تأييد حق الشعب الفلسطيني في البقاء في أرضه والأسر، تأييد الأسر الخاصة بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفق للشرعية الدولية وطبعا صيغة حل الدولتين. نعم. الهدف الثاني الاستراتيجي المتوقع أن تخرج بها هذه القمة في تقديري هو بلورة موقف دولي رافض لمسألة التهجير بعد أو تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وتصفيه القضية الفلسطينية بعد أن تكشفت للدولة المصرية أن جزء أساسي وهدف استراتيجي للضغط الإسرائيلي على قطاع غزة بهذا الشكل والحصار المطبق وقطع كافة أشكال ومصادر الحياة عن الشعب الفلسطيني في غزة هو له هدف واحد، دفع الفلسطينيين للخروج باتجاه سيناء وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل. وبالتالي خروج هذه القمة ببيان متوقع لرافض لسياسة التهجير وإخلاء قطاع غزة من سكانه سيعد مكسبا استراتيجيا مهما يضاف لصالح القضية الفلسطينية ويعني يؤكد ويدعم ويعزز الموقف المصري الرافض بقوة لهذه السياسة الإسرائيلية. نعم. بتقديري أيضا أن النتيجة الثالثة المتوقعة من هذه القمة تتعلق بمسألة الحرص المصري على إصدار واستدار بيان من هذه المجموعة الدولية لضمان ديمومة واستدامة المساعدات الإنسانية. مصر تتحسب لسيناريو حرب طويلة في غزة، هذه الحرب سيترتب عليها مزيد من الأوضاع الإنسانية الكارثية في القطاع، وبالتالي تحتاج مصر إلى تشكيل آلية دولية تحت رئاسة الأمم المتحدة وبوجود شركاء دوليين وإقليميين يعملون على ضمان استدامة وصول المساعدات خلال الفترة المقبلة والمتوقع لها أن تكون أيضا فترة عطيلة. هذه الأهداف الثلاثة من وجهة نظري إذا ما تحققت ونجحت مصر في تحقيقها من خلال هذه القمة نستطيع أن نقول أنه يمكن من خلالها العودة مرة أخرى إلى الإمساك بزمام المبادرة في التعامل مع هذه الأزمة، خصوصا بعد أن فقد الفلسطينيين والموقف الفلسطيني فقد جزء كبير من الدعم الذي كان موجود حتى من جانب بعض الدول خصوصا من الاتحاد الأوروبي ودول أخرى. نعم. في هذا الصدد سيد أكرم، اليوم في لقاء رئيس السيسي مع رئيس الوزراء البريطاني كان هناك العديد من الإيضاحات، كان هناك العديد من التصريحات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي. كيف قرأت هذه التصريحات والتأكيد بشكل مستمر على عدم إنهاء القضية الفلسطينية بتهجير وهذه تعد يعني جريمة من الجرائم؟ طبعا رئيس الوزراء البريطاني عندما جاء لإسرائيل في البداية جاء ليؤكد استمرار وتأكيد دعمه للموقف الإسرائيلي الذي عبر عنه من خلال يعني
أكثر من خطاب أصدرهم من العاصمة البريطانية لندن، لكن عندما جاء إلى القاهرة عليه أن يستمع لوجهة نظر دولة إقليمية مهمة ورئيسية وحاكمة في مسار هذا الصراع. نعم. ولذلك حرص الرئيس السيسي على توجيه رسائل قوية للغاية لرئيس الوزراء البريطاني ليؤكد له أن مصر تدرك وتفهم جيدا غزة التحركات الإسرائيلية الحالية والمدعومة من أطراف دولية كبرى منها بريطانيا وألمانيا والولايات الأمريكية فيما يتعلق بموضوع دفع الفلسطينيين للخروج من أراضيهم باتجاه صحراء سيناء. وبالتالي أكد الرئيس على أن مسألة تفصيل القضية الفلسطينية أمر مرفوض وغير مقبول بالمرة، وأن مصر يعني تدافع عن هذا الأمر وترفض هذا الأمر بكل شكل من الأشكال باعتباره أمن قومي لمصر وباعتبار أن هذا المخطط يعني تفصيل القضية الفلسطينية. أيضا حرص الرئيس السيسي من خلال هذا اللقاء على تأكيد مسألة المساعدات الإنسانية، من الضروري للغاية أن يبقى المسار الإنساني مفتوحا في نزاع مثل هذا النزاع. نعم. الذي يعني حتى الآن لم تدخل الحرب اللي مرحلة الاشتباك البري أو الحرب البرية. نعم. ووصلنا إلى أرقام مهولة من القتلى والضحايا، يعني ما اقتربنا من يعني أكثر من 4000 شهيد، أكثر صحيح. من 13000 مصاب، والأعداد يعني آخذة في الازدياد يعني أستاذ أكرم. نعم بالتأكيد طبعا، وهناك توقعات بأن هناك أرقام يعني بعد لم يتم إحصاها بسبب وجود الكثير من الضحايا تحت الأنقاض والركام. وبالتالي في ظل هذا الوضع المأساوي كان الموقف المصري في غاية القوة، أظن أن هناك ترحيب عربي كبير على المستويين الرسمي والشعبي بالموقف الرسمي، وهذا الأمر يعني ملحوظه بقوة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي كثير من المظاهرات التي خرجت في بعض العواصم العربية. هناك إشادة واضحة وإعجاب واضح بقوة الموقف المصري الذي اعتبره الكثيرون أنه استطاع بالفعل إيقاف جزء من الطموح الإسرائيلي الذي يعني أؤيد أمريكيا وبريطانيا ومن دول أخرى باتجاه تنفيذ أهداف ظنوا أنها ممكنة في هذه اللحظة الحرجة. نعم سيد أكرم، يعني بصفة حضرتك رئيس أحد المراكز الخاصة بالدراسات الاستراتيجية، كيف يمكن أن نستشرف مستقبل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ضوء ما يعني الأحداث التي تمت ما بعد 7 أكتوبر الحالي وسلسلة الاستفزازات الإسرائيلية، سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لأبسط قواعد حقوق الإنسان، لأبسط معايير الإنسانية، يعني كيف يمكن أن نستشرف مستقبل هذا الصراع؟ في تقديري أن إسرائيل استغلت عملية 7 أكتوبر وصورتها على أنها عملية مشابهة بعملية بيرل هاربر في الإقصى الأمريكية بعد الحرب العالمية أو الحرب العالمية الثانية. نعم. وحاولوا إقناع المسؤولين الإسرائيليين الأمريكان بأن وقع وقوة هذه العملية تعادل أحداث 11 سبتمبر وتعادل أحداث بيرل هاربر. صحيح. وسعوا للحصول على دعم أمريكي مطلق وحصلوا عليه بالفعل على المستويين السياسي والعسكري. نجد مستوى دعم غير مسبوق من الإدارة الأمريكية على كافة المستويات، ليس الإدارة الأمريكية فقط لكن أيضا من دول أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا أيضا على المستويين السياسي والعسكري بشكل غير مسبوق. 14 مليار دولار مساعدات أمريكية لإسرائيل. نعم طبعا المستوى المالي والعسكري والتفاصيل كثيرة طبعا إذا أردنا أن نعدد. واضح أن هذا الأمر من وجهة نظري أنه لا يتعلق فقط بمسألة القضاء على حماس، واضح أن هناك مسعى لتغيير شكل الملف الفلسطيني فيما يتعلق، وده واضح طبعا في تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي قبل يومين عندما تحدث أنه أن الحرب ستكون على 3 مراحل تقريبا، ستكون المرحلة الأخيرة بإقامة نظام حكم مختلف في قطاع غزة، وبالتالي التخلص من حركة حماس ومن الفصائل المسلحة الموجودة في القطاع وتنصيب حكم مدني. لا نعلم ما هي القوى التي سيتم تنصيبها في قطاع غزة كبديل للفصائل الفلسطينية، وبالتالي هناك ترتيبات تجري على الأرض فيما يتعلق بالملف الفلسطيني. أما فيما يتعلق بالملف على المستوى الإقليمي في تقديري أن هناك مسعى لجر إيران
الى هذه المعركه بكافه الطرق الممكنه. غير صحيح ما يتم الترويج له بان القوى الامريكيه التي تمركزت حاليا بحاملتي طائرات وسفن ومدمرات في شرق المتوسط بجوار السواحل الاسرائيليه بجانب الترسانه التي تم ارسالها من جانب بريطانيا والمانيا، هي فقط ارسلت من اجل ردع ايران عن الدخول في هذه المعركه. والدليل على ذلك ان الاستفزازات التي تم باتجاه الجبهه الشماليه مع حزب الله تمت من جانب الطرف الاسرائيلي في البدايه. اسرائيل هي من بادرت بالرجوع للاحداث، اسرائيل هي من بادرت بقصف جنوب لبنان، وهي ايضا من بادرت بقصف الجبهه السوريه، وبادرت منذ 3 ايام بقصف مطار حلب ومطار دمشق. اذا هناك محاولات مستميته يعني جر ايران للتقدم انها فرصه تاريخيه لقطع اذرع ايران في المنطقه. واسرائيل تستغل هذا عمليه 7 اكتوبر من اجل، وتستغل ايضا طبعا الدعم الدولي الغير مسبوق من اجل تنفيذ ما كانت تدعو اليه منذ عام 2015، ضروره القضاء على قوه ايران الاقليميه وابقائها كدوله داخل حدودها. نعم. اذا هذا هو السيناريو. ماذا يمكن ان يحدث ما بعد الدخول البري؟ طبعا لا يزال الامر طبعا يعني تحدده عوامل كثيره. التقدير الشخصي دخول ايران الى هذه المعركه، بالامس كان في صواريخ طبعا ومسيرات اطلقت من اليمن باتجاه البحر الاحمر، تم الاعلان عنها، وبالتالي هناك صحيح. محاولات بالفعل لجر ايران الى هذه المعركه بصوره او باخرى، ايضا اطلاق مسيرات وقذائف على بعض القواعد العسكريه الامريكيه في العراق. المنطقه بالفعل اصبحت على يعني برميل من البارود في رايي، ويخشى بالفعل من الانزلاق الى مستوى حرب اقليميه قد تكون مدمره للاستقرار في منطقه الشرق الاوسط. الوضع الدول العربيه، تنسيق ما بين الدول العربيه، الجهود فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لايجاد حاله من ان يتم يعني توحيد الصف، ان يتم يصلوا الى كلمه سواء قبل قمه القاهره الدوليه للسلام في الغد. كيف ترى هذه الجهود من قبل الدوله المصريه في محاولة لتحشيد الحشود قبل هذه القمة؟ التقدير ان الموقف العربي حتى الان موقف مشابه للغاية، بالرغم من التصريحات التي خرجت بالامس من جانب خالد مشعل رئيس مكتب سياسي لحركة حماس في الخارج، والذي طالب فيه الدول العربية بمواقف اكثر قوة. انا في تقديري ان هذا هو الحدود الممكن حاليا فيما يتعلق بمواجهة هذه الهجمة الشرسة والعنيفة والغير مسبوقة من جانب إسرائيل، ومدعومة طبعا بقوة عظمى كبيرة. وبالتالي يعني السياسة هي فن الممكن، وبالتالي ما قامت به الدولة المصرية وما قامت به الدول العربية ودول الخليج بشكل كبير خلال الأيام الماضية، في تقدير الشخصي أنها حقق الكثير من الانجازات، اهمها على سبيل المثال الحاصل رفض مساله ادانه السلوك الفلسطيني بشكل عام دون ان يكون ان تمتد هذه الادانه الى مساله قتل المدنيين الفلسطينيين من جانب اسرائيل. وهذه هي الرساله التي تم توجيهها من جانب مصر ومن جانب زعماء دول الخليج ودول المنطقه الى كل الزعماء الذين زاروا المنطقه خلال الفتره الماضيه، وبالتالي ايضا دفع قاده هذه الدول للتوازن مره اخرى في مواقفهم باتجاه مساله المدنيين، رفض مساله قتل المدنيين من الجانبين. ايضا مساله الجانب الانساني، في تقديري ان مصر نجحت بصوره كبيره في دفع القضيه الانسانيه وقضيه معبر رفح، والدور الذي يمكن ان تلعبه مصر من خلال هذا المعبر في دعم الموقف الداخلي الفلسطيني في حرب متوقع لها ان تطول. اليوم كان في مؤتمر صحفي عالمي للامين العام المتحده انطونيو غوتيريش، في التقدير الشخصي ان الترتيب لهذا المؤتمر بهذا الشكل وامام معبر رفح، نعم نعم، منتهى الذكاء من جانب الدوله المصريه، لانه صحيح. يعني العديد من التصريحات الهامه
للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمام معبر رفح. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أكرم حسام رئيس مركز السلام للدراسات الاستراتيجية. أشكرك شكرا جزيلا.